نروح للخبر اللي قاله الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم التربية والتعليم، قال إن تعليقا على مسألة حذف اسم الدكتور محمد البرادعي من المناهج الدراسية في فكرة المصريين الحاصلين على نوبل، بيقول ان اجتماع الحكومة ناقش طبعا هو بيتكلم عن مسألة التعليم والكثافات في الفصول والتربية وتطوير التربية والتعليم، لكن قال ان اعادة صورة الدكتور البرادعي المحذوفة من المناهج ستكون العام القادم. يعني اللي ما شافش البرادعي السنة دي بياخد نوبل عنده في ان شاء الله السنة الجاية هيحطوها في المناهج الدراسية، بعد ما المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم قال ان هي اصلها كانت تقيلة عليهم، يعني ان هم يفهموا ان دكتور البرادعي اكبر من ذهنهم. هو ايه اللي اكبر من ذهنهم وايه اللي وزير التربية والتعليم قالوا اصل احنا خلاص هنرجعه تاني؟ بقت قد ذهنهم دلوقتي ولا بقت اكبر من ذهنهم؟ المسألة فيها يعني كل ما تسمع تصريح تلاقيه مستفز أكتر من التاني. وخليني الحقيقة بقى بما إني ما كنتش معاكم هو الأسبوع اللي فات نعلق بس تعليق بسيط على هذه المسألة. الدكتور محمد البرادعي مواطن مصري حاصل على جائزة نوبل، تمام؟ دي اسمها في العلم فاكت، دي حقيقة إنه مصري وحاصل على نوبل. إذن دي تتحط كده، لا فيها رأي ولا فيها اجتهاد ولا فيها موقف ولا فيها اي حاجه، حقائق، حقيقه ثابته اسمها ان محمد البرادعي مواطن مصري حاصل على جائزه نوبل. مساله الموقف من الدكتور محمد البرادعي ما حدش فينا، وانا بتكلم بصفه عامه يعني حتى من كانوا يؤيدون هذا الرجل ويحترمون ما يطرحه من افكار، ما كانش كل الناس كانت مختلفه معاه في موقفه من مساله احداث رابعه. ليه؟ لانه كان مشارك وشاهد وحاضر كل الاتصالات اللي عملتها الدولة المصرية مع قيادات الإخوان داخل السجون عشان يقنعوهم بفض هذا الاعتصام سلميا، وده اللي زعل الناس من الدكتور البرادعي. ما ينفعش في هذا الموقف وانت شاهد وحاضر وطرف رئيسي والكلام واضح مع وفود أجنبية جت مصر وقابلت قيادات الإخوان فضوا الاعتصام، يعني كنت شاهد على كل حاجة وشايف بعينيك كل حاجة وشايف كل محاولات الدولة المصرية ووافقت على القرار، ما ينفعش في اللحظة دي تسيب بلدك وماشي في سكه ثانيه. ما دي ما فيهاش موقف يبقى فيه حياد، لكن مش ممكن تجرد البرادعي لا من صفته المصريه ولا من الجائزه اللي حصل عليها. معانا مين يا جماعه؟ الاستاذ بشير حسن المستشار الاعلامي لوزير التربيه والتعليم. مساء الخير. استاذ اهلا وسهلا يا فندم. وزير التعليم بيقول النهارده ان اعاده صوره الدكتور البرادعي المحذوفه من المناهج هيبقى العام القادم، وحضرتك كنت قلت احنا كنا شلناها عشان هي كانت اكبر من قدرتهم على الفهم. الحمد لله تم تظبيط قدرات الاطفال على الفهم وترجعوا الصوره تاني ولا ايه النظام؟ لا هي يعني انا مش عارف حضرتك بتسخري ولا ايه؟ لا انا بسال والله. حضرتك بتسخري ولا ايه؟ لا انا بسال. يمكن الكلام اجتزئ، كلامي انا اجتزئ. انا لما اتكلمت عن الموضوع قلت بسؤال اللجنه اللي حذفت الصوره، اللجنه قالت ان ده احد اعضاء اللجنه قال ان ده اكبر من وعي الطالب في هذه السنه. اللي هي انا قلت في نفس المداخله التليفونيه اللي عملتها، ده كان كلام احد اعضاء اللجنه اللي انا شخصيا مش مقتنع بيه ولا سياده الوزير مقتنع بيه ولا اي حد يقتنع بيه. لذلك دكتور الهلال الشربيني احال هذه اللجنه للتحقيق ونتيجه التحقيق ان شاء الله منتصف الاسبوع المقبل. ده اللي انا قلته. الكلام اجتزئ من الكلام اجتزئ، ده موضوع تاني. طب انا بشكرك للايضاح، لان الحقيقه انا لما شفت تصريح حضرتك شفت الجزء الاولاني ما شفتش يعني انا بشكرك انك وضحت، وده حقك في انك يعني احيانا بيتم اجتزاء، احنا حتى كاعلاميين بنعاني من ده، بيتم اجتزاء بعض الكلام اللي بنقوله وتحط في سياق تاني. لكن حضرتك قلت ان احد اعضاء اللجنه قال كده، بس لا الوزير مقتنع ولا حضرتك مقتنع ولا بقيه اعضاء اللجنه مقتنعين، صح؟ ولا حضرتك مقتنع ولا اي حد يقتنع. طيب هو بقى الاحد اعضاء اللجنه ده هو صاحب القرار النافذ اللي يمشي كلامه على وزير التربيه والتعليم؟ لا يا فندم، احنا بنتكلم على وقعة عمرها سنة بالظبط. أستاذة رشا، الكتب بتدخل الطباعة في شهر 7. الدكتور الهلال الشربيني تولى حقيبة التربية والتعليم قبل العام الدراسي بثلاث أيام. يعني كانت الكتب اتطبعت وتوزعت على المديريات والمديريات ووصل الإدارات التعليمية ووصلت المدارس كمان. تمام؟ أيوه. ويمكن حضرتك تعلمي
كان اتقال ده النهارده ان في معلومات عن الدكتور محمد البراغي موجوده في الصف الثاني الابتدائي. لكن عموما اللجنه احيلت للتحقيق وتم تدارك الموقف. لا انا بسالك على سؤال فني يا استاذ بشير، لان حضرتك اللي في الحكومه مش اللي في الوزاره مش انا، هو العضو اللي في اللجنه ده قراره نافذ على بقيه اعضاء اللجنه؟ لا مش قراره نافذ على بقيه اعضاء اللجنه، اللجنه دي بتتشكل من المركز اللي تابع للوزاره والمنوط بتطوير المناهج، مركز تطوير المناهج تابع للوزاره، هذه اللجنه منبثقه من هذا المركز. ربما احد الاعضاء قال هذا التصريح واحنا ما نعرفش مين بصراحه، لان احنا قارين التصريح ده على ايوه بس اكيد القرار اتاخذ باغلبيه اعضاء اللجنه مش بالشخص اللي طرح هذا الراي. ممكن ممكن لا ده اكيد، ولا انتوا لما عضو واحد بيقول بيمشي الكلام على الناس كلها؟ لا مش لما عضو واحد بيقول، انا يعني لا نسال عن فتره سابقه في حكومه سابقه، اسالينا حضرتك من يوم تولي الدكتور الهلال الشربيني حقيبه التربيه والتعليم من 6 شهور بالظبط، تقدري تساليني حضرتك عن اللجان دلوقتي بتشتغل ازاي او اللي بتشتغل ازاي؟ تقدري تساليني عن التطوير ازاي دلوقتي او اقول لحضرتك التطوير ازاي؟ لا اسال عن فتره سابقه، اسال عن الفتره السابقه من كانوا مسؤولين في هذا الوقت. يعني اللجنه مش هي اللجنه الحاليه بتاعت المناهج دي لجنه سابقه؟ لا يا فندم، تطوير المناهج دلوقتي واكيد حضرتك متابعه، تطوير المناهج بدا منذ 6 اشهر، يمكن من شهرين بس انتهت لجنه مشكله من 120 استاذ جامعي ينتموا ل 12 جامعه مصريه، انتهوا من تطوير مادتي العلوم والرياضيات بعد معسكر مغلق في المدينه التعليميه في 6 اكتوبر، اطلعوا فيها على مناهج دول كبرى ومتقدمه في هاتين المادتين العلوم والرياضيات، وتقريبا انتهوا من التصور النهائي لمنهج العلوم والرياضيات هيطبق من العام المقبل. باقي المواد اللي احنا بنقول عليها محليه، التاريخ والتربيه الوطنيه واللغه العربيه والمواد دي تم تشكيل لجان عده. استاذ بشير انا بس عايزه اقف عند النقطه الرئيسيه اللي احنا بنتكلم فيها، انا كنت قبل ما حضرتك تدخل معايا على الهوا بقول في حاجه في الحياه اسمها الفاكت، حقائق، الحقيقه ان محمد البرادعي مصري والحقيقه انه حصل على نوبل، دي ما فيهاش راي. تمام صح؟ تمام. ولا انا غلطانه؟ لما تشيله يبقى انت شايله الدوافع السياسيه. ملهاش معنى تاني. برضه حضرتك بتساليني عن حاجه لا تخص عصر فات، حكومه سابقه. لا يستطيع احد ان يزيف التاريخ، التاريخ لا يكتبه شخص يا استاذه رشا، التاريخ تكتبه الامم. يكتبه شخص، لان هذا الشخص وعيك بتقول انا التاريخ تكتبه الامم، انا عارفه يا فندم، واضح اللي في التربيه والتعليم هم اللي مش عارفين ان اللجنه اللي حضراتكم حاطينها الاوطو الفاضل اللي كان موجود ده هو اللي كله الكلام ده، هو اللي ما كانش عارف ان التاريخ لا يكتب على اهواء الناس، زي ما الخطا اللي حصل قبل كده لما شلنا مبارك من الطلعه الجويه وحرب اكتوبر. يعني احنا بنعمل، انا عارفه ان عندك اولاد وعارفه انك انت لا تقبل، لاني اعرفك على المستوى الشخصي والمهني، هذا الكلام ده اشبه بالمهازل يا فندم. واذا كان في تجاوز في هذه المساله فتم تداركها وتم تصحيح الخطا حتى ما يخص. وخلينا على فكره انا بقول الكلام ده رغم اختلاف يعني قاعده عريضه من المصريين مع الدكتور البرادعي في موقفه من رابعه، لكن هي المسألة دي حاجة ودي حاجة. التاريخ يحكم على الدكتور محمد البرادعي، مش احنا اللي هنحكم عليه، له ما له وعليه ما عليه، لكن احنا في حقيقة ثابتة ان الدكتور محمد البرادعي حصل على جائزة نوبل وهذا مدون ومثبت. طيب ومثبت في المناهج من العام المقبل ان شاء الله. طيب انا بشكرك.